جولة تفقدية ترجمت الاجتماع على أرض الواقع قام بها هلال هلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي على مراكز الإيواء في حما، اطلع خلالها من المهجرين على أحوالهم ومتطلبات حياتهم. المواد الغذائية، المواد الصحية كلها كويسة؟ ايه الحمد لله. يعطيك العافية. الله يخليك. شو في إمكانية نحن جاهزين؟ وشو لحاجياتكم نحن مفروض علينا نعمل لكم كل متطلباتكم؟ حاجاتكم مأمنة؟ والله يعني. مثل إيش؟ والله ما بعرف إنه. هلا في مساعدات غذائية وسلال اجت، لكن اشي بيلزم. انا بعرف رفاقنا هون جاهزين وما عم يقصروا، لكن يفضل ما عم يقصروا نهائيا. الله يخليك. على كل اي شيء بيلزمكم نحن جاهزين. الله يخليك، عليك العافية. كلها مؤمنة، كلها كويسة. الله يخليك. السلام، حياك، كون بخير، يعطيك العافية. علينا الله. الله يخليك. انا حمصية من حمص. والنعم وتشردنا، الله يفرج علينا وعلينا. ان شاء الله قريبا باذن الله، إن شاء الله يا رب. ترجع الامور الى نصابها، والعصابات ان شاء الله المجرمه اللي قامت بما قامت فيه باذن الله الى زوال، ونحن ان شاء الله باذن الله رح ترجعوا لبلدكم معززين مكرمين، وانتم هون بتعتبروا حالكم ايضا بين اهلكم وهون ضيوف ضيوف الشباب. تسلم الهي. الله يخليك. احنا بنسميه مو ايوه. وامتدت جولة الامين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي واعضاء القيادة ومسؤولي المحافظة الى حديقة ام الحسن. وسبق هذه الجولة لقاء جماهيري ضم الى هلال فعاليات محافظة حما، وكان فرصة لنقاش شفاف وبناء لتمتين صمود سوريا وتكريس الحل المجتمعي بين فئات الشعب بشرائحه المختلفة، إضافة إلى الوضع المعاشي الذي أخذ حيزا كبيرا من الاجتماع. وأكد هلال الدور الذي يجب أن تقوم به الفعاليات الاجتماعية والقوى الحزبية للم الناس بدلا من تفريقهم في مواجهة الأزمة التي تمر بها سوريا. أمام هذا الصمود الرائع لهذا الشعب، وأمام هذه التضحيات الكبيرة لهذا الجيش البطل الذي سطر أروع الملاحم، ولا أستطيع في هذه اللحظات أو ببضع كلمات أن أفيه حقه، لأنه لا يمكن لهذا الجيش أن يوفى الحق ببضع كلمات. قدم الكثير ولقن الأعداء الكثير. في هذه اللقاءات استطعنا أن نصل إلى بعض الرؤى والأفكار الجديدة التي ربما تغني خططنا الحزبية، وأيضا تعطينا دفعا في إطار تطوير الخطط التي أقرت على مستوى القيادة منذ فترة مبكرة. كانت كلها بتمثل الواقع اللي نحن عم نعيشه والأزمة اللي عم تعيشها سوريا، ونحن إن شاء الله منكون قد المسؤول. التركيز على المدارس، تركيز على المعسكرات. الأزمة التي تعيشها سوريا، هموم الناس، معاناة الناس، الطرق التي ممكن أن توصل إلى الحلول في النتيجة، ومن ثم رأب الصدع عند البعض إن وجد لترميم ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة من هذه العلاقات الطيبة التي كانت سائدة. جولة هلال هذه في المنطقة الوسطى تتمة لعمل ميداني هدفه اللقاء المباشر بين الحزب وقواعده الشعبية، والحضور الفاعل من قيادته بين المواطنين لكشف أبعاد ما تتعرض له سوريا ودور الأحزاب والمواطنين في مواجهته.